السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيديو جميل تعليمي من خلال كانفا. زي ما انت شايف كانفا في حاجات كتيرة جدا، زي مثلا انت عايز تعمل السي في بتاعك، عايز تعمل وايت بورد تشرح عليها، عايز تعمل برزنتيشن، عايز تعمل سوشيال ميديا فيديو ويب سايت، وحاجات كتيرة جدا جدا تقدر انت تعملها على كانفا. فهو عشرات المواقع في نفس الوقت. طيب خلينا نقول له مثلا عايز اعمل فيديو، فبيقول لي ابدأ اختار الحاجة اللي انت عايزها. وممكن نبدأ من البداية خالص، مش محتاجين تمبليت زي ما انت عايز، تمام؟ او ممكن تقول بيقولك ابدأ اي حاجة وامسحها، مفيش مشكلة. ممكن نبدأ من نقول له مثلا عايزين ديت، فكرة الفيديو ان ممكن يكون في اكتر من شريحة، واول ما تخلص واحدة تخش في اللي بعديها وهكذا، تمام؟ فاحنا ممكن نقول له احنا عايزين شريحة جديدة، ده بقى اللي هنبدأ ان احنا نرسم فيه اللي احنا عايزينه. هتلاقي هنا ابس، دي التطبيقات او البرامج. فكرة الابس جميلة جدا ان هو بيربطك بعشرات المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي في ثواني. يعني انا اقول له في حاجة انا جميلة جربتها اسمها سبيد بنت، تمام؟ اهي دي عبارة عن ايه، ان انا هديله صورة وهو هيبدأ يرسم الصورة دي كأن في قلم بيرسمها، تمام؟ اد سكتشنج هاند افكت، اد فيد اوت افكت. خلينا نختار صورة وكأنه هيرسم الصورة ديت، وبيقولك انت عايز كام فريم في الثانية، تمام؟ خليني مثلا اديله صورة ليا، عايز الصورة دي يكون فيها خلفية وليكن مثلا الصورة ديت. طيب هقول له انا عايز اعمل انيميت ايمج، فهو هيبدأ يعملها كأن في ايد بترسمها قدامك، ودي اللي بنشوفها في فيديوهات كتيرة زي فيديو اخضر. اخضر ده موقع جميل جدا لتلخيص الكتب، بيبدأ يجيب لك الكتب وبيبقى في كل شوية يجيب لك صورة معينة وتبدأ تترسم قدامك وهو بيتكلم. فأسلوب سهل جدا وجميل، هنشوف التأثير ده دلوقتي مع بعض. طيب دلوقتي بقى نبدأ نكبر الصورة شوية عشان نشوف التأثير، ونبدأ الفيديو من أول أهو. متخيل تأثير جميل. وطبعا لو انت عايز تديله صورة تكون معمولة بخط الإيد، فكأنها بتترسم من أول وجديد، تمام؟ فهتلاقي التأثير بتاعها جميل جدا. طبعا تقدر تحط بقى اكتر من واحدة وتحط الصوت اللي انت عايزه، ممكن تبدأ تعمل دروس تعليمية، ممكن تحط صور اطفال وتبدأ تحكي قصة معينة زي ما انت عايز. الموضوع خطير جدا وزي ما انت شايف سهل جدا. ده في موقع اسمه سبيد بنت، تمام؟ ده هو بدأ يربط الكانفا بالموقع دي كلها. فلو جيت في ابس ولغيت ده هنا، هتلاقي يعني عشرات المواقع المشهورة جدا اللي تقدر انت مجرد بس تدوس كده تبدأ تجرب المواقع ديت. زي مثلا انت تحط كيو ار، الصورة بتاعتك يبقى فيها كيو ار، بحيث لو حد عمل سكان لصورة المبنى او لصورتك يدخلك على الموقع اللي انت عايزه. في حسابات، في ان انت تعمل الصورة بتاعتك هنا مش لازم تروح للموقع، في حاجات كتير جدا زي ما انت شايف في كانفا. فجربوا كانفا، لان كانفا من المواقع فعلا الواحد بيريح دماغه فيها. يعني تصميم شخصية، تصميم تبع الشغل، تصميم تبع الأولاد، كل حاجة بروح لكانفا بدل ما أقعد ألف وأجرب بقية المواقع.